خلص خلص. حالك عكس الشمس. كثير؟ ايش هيك ولا الشاشة عندك؟ الشاشة تمام؟ سلام عليك. طبعا هذول الاولاد اللي لاقوا التلفون. التلفون وقع واحنا قاعدين بنصور وبنطلق في صراح البومة ما بين. تلفون اس 20 الترا. طبعا هذا التلفون جديد. التلفون مرقنا عنه احنا زي ما شفتوا بالفيديو ولا بين ولا حدا انتبه عليه. ليش؟ بنطلق في صراح بوم والبوم سقط هون وسقط هون وسقط غاد، فاحنا خلص سبحان الله ما انتبهنا عليه. طلعوا عن التلفون يمكن خمس ست سيارات هرسوه هرس، يعني بده غيار شاشة. شوف كيف صار. لكن هذول الاطفال لكوه، واول ما لكوه صاروا يسالوا لمين، وانا بدي اكافئ هذول الاطفال. شو اسمك انت؟ محمد. محمد ايش؟ محمد خالد صرصور عبد المنعم. وانت؟ محمد زيد. محمد احمد صرصور. بار انتوا اخوه ولا وصف؟ لا اولاد عم. اولاد عام؟ هذول مكافأة مني لكم. لا اسلم. لا والله غير تاخذوا. لا اسلم. ولك مني انا زي ابوك انا امسك عمو. لا اسلم. اشتري اي شيء بدك اياه. اسلم. طلع علي. بزعل منك، هذول مكافأة مني لك، اشتروا بدكم اياه. طيب؟ يلا اشتروا اي شيء بدكم اياه، انا حبيت كنت اشتري لكم هدية، بس لا انتوا اشتروا اللي بدكم اياه. وانتوا اولاد شاطرين ومؤدبين ومحترمين. الله يخليك. يلا. الله يخليك. الله يخليك. طبعا انا يا اخوان ماليش شانس بالتلفونات، اقسم بالله كل شهر بغير شاشتين للتلفونات، الي لابراهيم لمحمود نوت 10 نوت 9 اس 20. كل فترة يعني بالشهر بنغير اقل شاشتين، بنعمل نانو وبنحط كمان لاصقات برضه على الفاضي، لانه احنا هيك شغلنا.